كما كتلاحظوا تبارك الله عدد كبير من المنخرطين ومن الاطفال اللي كيمارسوا كره القدم. كنبغيو نتمنوا من الناس المسؤولين على القطاع الرياضي بمنطقه عمل مقاطعه الحي الحسني وبالخصوص بمدينه الدار البيضاء الالتفات لهاد الملاعب القرب اللي كيستافدوا منها اطفال اللي هما الهوايه ديالهم اللي هي كره القدم. كمدرسه كرويه ما يمكنش لنا اننا نمشيو بعيد في هذا المجال الرياضي بدون دعم من الجهات المسؤوله. كما كتلاحظوا ثلاث سنوات ديال كما كتعرفوا كوفيد يعني المدارس كانت مغلقه. يعني حاليا تبارك الله كما كتلاحظوا يعني كاين واحد الاقبال اللي في المستوى، وكنبغيو من الجهات المسؤوله بالخصوص السيده عامل عامه مقاطعه الحي الحسني انها تلتفت لهذ الملاعب القرب وشكرا. بالنسبه للحاجيات اللي كتنقص بالنسبه لهذ الملاعب القرب هو الدعم اللوجستيكي اللي هو مهم لهاد الاطفال، لان نحن كمدرسه يعني ما يمكنش لنا بوحدنا اننا نبقاو نشريو لي توني ونشريو لي ماتيريال بوحدنا. يعني كاين واحد الفئه اللي هي هشه اللي بالفضل ديال المكتب المسير وبالناس التقنيين ديال النادي يعني كنوفروا لهم جميع الظروف. والحاجيه الثانيه هو النقل اللي كان عندنا مشكل فيه كبير ديال النقل، من غير بعض الشركات اللي كنشكرهم هما اللي كيدعمونا وكيتساهموا معنا باننا ننقلوا الوليدات في المباريات الوديه ديالهم. يعني هناك نقص يعني كملعب القرب خاصو يكون عنده واحد الحافله خاصه لهاد الاطفال باش يعني جميع الجمعيات بالمنطقه انهم يستافدوا منه.